هذه الفقرة مخصصينها للساحة الشعرية وأيضا الأدب مع الشاعر المتميز صاحب الإلقاء الجميل الأستاذ عويد الحجيلان، حياك الله ومنورنا اليوم. الله أهلا يحييك فيك. ومسي عليك وعلى اخوي عبد اللطيف وعلى الساده حياك الله. المشاهدين، وانا سعيد في الظهور للمره الثانيه معاكم. حياك حياك الله الله. مكان الله مكانك. يحييك. يمكن عويد انت قلت يعني شاركت في عديد من الفعاليات واغلب شعرك يمكن يكون عاطفي، واليوم انا زميلتي يسار راح نكون شوي طماعين، راح نسمع منك اكثر ما نسولف. حاضر فشنو حاضر. الشعر الاقرب من قلبك نبي نسمعه؟ والله القصايد اللي قريبة للقلب واجد، لكن اللي الحين طالع على بالك. يقول انتي انتي ما تغير فيك شيء وما كبرتي، بس احس انك صغرتي، ذا برودك وذاك عطرك، ذيك نظراتك وذاك همسك، اكتشفت انك لو يدور الزمان ما تشابهك اي حاجه الا نفسك. شنو ما اسمعش قلتي، اسالك بالله ربك ذا سؤال، ايه احبك ايه من غبتي، وانا احترق من نار صوتك، لكن اشتاق واشبك، كل كلمه كل نظره كل فكره بيت شعر تمرني كانها تصبك، واقرا عينك واسمع سكوتك حبيبي، كلمه ذكرى تهبك، وين كنتي اي شارع كان متحمل خطاويك ورحتي، اي هواء تتنفسينه يدخلك ويجيب اسمي، ومن ثقل الحروف اسمي ما شرقتي، اي نخيل انتي تمرينه بدوني وكان واقف، وي سوالف اللي تدخل في اذونك، وكلمه احبك بصوتي ما سمعتي، ليت اصلا ما رجعتي من بعد طول الغياب، ماتت بقلبي احبك ومات بشفاهي كلام، كان باقي في طرف صوتي قصيده وقلتها لك، وين كنتي؟ وين كنتي؟ صح لسانك، صح لسانك، ونورنا اليوم اكيد عويد. يمكن اذا بنتكلم على مستوى الشاعر نفسه، اذا كان يبي يكتب له الحين قصيده، هل يحتاج انه هو يكون في اجواء معينه ممكن انه هو يحضرها لنفسه علشان يقدر يستلهم منها الافكار، المواقف اللي ممكن انها هي تصير، او للهام له في اي وقت يذهب عنده النوت والورقه ويكتب عليها؟ لا لا، للهام يعني ما له وقت ولا له زمان، لكن ممكن تكون في اجواء تساعد على الالهام، اما ان الالهام لا، يعني الشاعر باي وقت ما يدري عن نفسه، يعني مرات بالمحاضره اقعد اكتب قصيده شيء طبيعي جدا. يعني مو شرط تكون مار في هذا الموقف. تقريبا المواقف، لا المواقف لها يعني لها تاثير ثاني اصلا، يكون طابع القصيده ثاني اذا كانت من موقف او من حاله مر فيها الشاعر، يفرق عن الخيال يعني. طبعا. ممتاز. يمكن عويد اغلب الشعراء خصوصا الخليجيين لما نتكلم يفضلون الشعر العامي بشكل عام يعني، ولكن مو الكل ممكن يفهم لغتنا العاميه بشكل عام بالخليج. صح. فودنا نسمع منك قصيده بشكل عام، بعد جوابك يعني نبي نعرف هل انت من الشعراء اللي تفضلون العاميه ولا تفضل الشعر يعني يكون مو العامي؟ والله شوف، يعني الشعر يبقى شعر في كلا الحالتين، يعني العامي الفصيح التفعيله او هذه كلها يعني اشياء تبقى شعر بالنهايه. فما ادري شنو اسمعك. يقول انت لا ضاقت عليك الارض بس اندهني، راح تلقاني الدعاء اللي ينور دربك، ادري انك كنت متعمد تجي وتسفهني، بس انا اعرف شعورك وافهم من منظرك، انت لو عندك طريقه تخرجك من ذهني، ما قضيت العمر تبعد يوم انا اطلب قربك، لو اصير لك البدايه ما اقول انتهني، بس انا جيتك نهايه من عطايا ربك، راح اكون النقطه اللي في حياتك رهني، ما تزعزعني حركاتك وشنت حربك، ولو ما تلقى لي شبيهني يلغضي يشبهني، راح تذكرني بكل جملة بدت بحبك، ويا حبيبي مو مهم تحبني تكرهني، المهم بالحالتين أملك شعور بقلبك. يا سلام عليك، صح لسانك. استكمالا حق سؤال لطيف حول الشعر العامي والشعر الفصحى، يمكن الفصحى ممكن يكون سهل وصوله على مستوى نقدر نقول الخليج او العالم العربي بشكل عام. نجاح الشاعر ممكن يكون بالشعر الفصحى، قد يكون اكثر جمهوره يكونون اكثر على مستوى الشرق الاوسط. اذا بنتكلم الحين على الشاعر اللي يكون عامي، ممكن يكون محدود على مستوى الخليج. صحيح. شو رايك في هالموضوع؟
صحيح، يعني الشاعر العامي قليل جدا اللي تلقين الشعراء العاميين متميزين برا، يعني يعني اللغة الفصحى واللغة الأم اللي هي اللغة الأساس، لغتنا الأساس، هي اللي المفروض أن نسعى لها ونتعب لها خصوصا بالشعر، ولأنها تعطي مجال أوسع خصوصا على مستوى العالم العربي. صحيح. يعني الشاعر العامي تلقينا مقتصر على دول الخليج فقط يعني. حلو. ليش عادة يمكن معروف برنامج رايكم شباب يستضيف ولهم جانب خاص الشعراء عندنا وما نستغنى عنهم، ولكن ليش أغلبهم يميلون للحزن؟ هل الشعراء أغلبهم مجروحين؟ لا مجروحين لا، بس شوف يعني بالقرآن الكريم يعني مذكور يقولون ما لا يفعلون ويهيمون في كل واد، يعني أغلب الشعراء يعني واعذ بالشعر أكذبه يعني. حلو، أنت يعني تميل يمكن للحب بشكل عام قاعد نشوف إحنا. والله هذا معناته العكس اللي يقول لك. انا من المشاعر، انا من المشاعر، بس اني صريح شوي، انا من المشاعر اكثر، يعني الشيء اللي احس فيه او الحاله او ممكن موقف او شيء يعني اكتب عادي. حلو. طيب ايش رايك نسمع شعر مختلف شوي عن العاطفي؟ هل في شيء محضره لنا اليوم خاص بشعر الموقف مثل ما يقولون؟ شعر الموقف، والله قصايد الموقف واجد اسمع يحضر لي شيء مو محضر للامانه. يقول تمر بعض الطواري والشعور الهشيم تستفرد الريح فيه بكامل إدراكها، وأنا اللي أعرض الطاري وهب النسيم من علم الليل ياخذني لشباكها، الليل غنى على آه المفارق رنين عزاه يا نفس رغبتها هي هلاكها، لو مات كل الكلام اللي سكن بالصميم ما مات أحلى شعور بلحظة امساكها، من علمتني اغض الطرف عن هالحريم ما علمتني بالارض ودورت افلاكها، باخر لقى قالت هاجر وربك كريم وشواقها يوم صاهر يوم راحت صارت اشواكها، وتشيل املاكها من بيتها لهالقديم يا ليتني كنت ابسط شيء في املاكها. سلام عليك، صح لسانك، يعطيك العافية. لو نتكلم عن جانب يمكن يكون مختلف من اللي تكلم فيه شوية أنا وزميلتي يسار، الشعراء اللي أثروا فيك قبل أدش في مجال الشعر أو خلال مشوارك. والله شوف عبد اللطيف، أنا ما أنصح أي شاعر أو أي إنسان عنده موهبة أنه يتأثر بأحد، لأن لو تأثر بأحد راح يكون نسخة طبق الأصل. مو يعني مو أنا ما أنا ما أقول لك ما تأثرت، أنا ما تأثرت، بس كانت حولي عوامل يعني مساعدة جدا للشعر. عندي الوالد امسي عليه بالخير واخواني ندي لهم تحيه طبعا، اي كلهم يعني مجال الشعر ممتاز. نعم، فيعني هو اللي دفعني اكثر يعني. نوجه لهم تحيه اكيد من خلال شاشه الراي. وايد نتكلم عن سر الالهام اللي يكون عندك وبالاخص للقصايد اللي تكون شوي عاطفيه، يعني دائما الشخص يحتاج انه هو يوصل مشاعره الحقيقيه وتوصل من خلال سماعنا لي، يعني المتلقي لما يسمعها يحس انه هو فعلا عاش هذا نفس الموقف. يمكن القصيده يعني خصوصا اللي تميل للمشاعر او القصائد الذاتيه عباره عن حاله يمر فيها الشاعر. الشاعر لما يمسك القلم ويكتب قصيده تشوفين انسان ثاني، يعني عقليا وكل شيء، يعني يكون تركيزه كله بالقصيده فما تدرين شنو يكتب اصلا. صحيح صحيح. يمكن مشاهدينا اليوم راح يكون طماعين مثلنا انا واسار، فنبي نسمع منك قصيده نختم فيها هذا اللقاء. نختم فيها هذا اللقاء، حاضر. يقول مريتي انتي ولا مرتني سنيني، ومن مر طاريك عمري وقف بحينه، اعرف مسافاتي واجهل عناويني، اشوف فيني تناقض ما تشوفينه، ضيعت حتى الطريق اللي يوديني، انا ابي درب انت ما تدلينه، ماني براجع ولو انك تناديني، انا بديت المفارق قبل تنهينه، حتى لو البرد عانق رجفة يديني كفي من البرد ما وده تدفينه، على كثر ما احبك ما تحبيني، مع اني ادري هذاك انت تحبينه، لا جيتي الموعدي باسمه تسميني، تتعمدين الغلط لو ما تغلطينه، تجين عندي ربع ساعة وتغثيني وهذاك أدري ما فكرتي تغثينه، هنغاب عنك لو غبت عنك لو اللحظات تنسيني، وهذاك لو هو يغيب أنت ما تنسينه، على كثر ما أخذتي ما عطيتيني، لو كان ربع الغرام اللي تشيلينه، على كثر ما جرحتيني تركتيني، وأنا ما أقول الكلام اللي تقولينه، ما أقول ذكراك هي اللي تبكيني، أقول قلبي
من عماقه جرينه كل الأماكن على فقدك تعزيني فتقتي الجرح لكن ما تداوينه ناوي أخليك قبل أنك تخليني كرهت حتى الطريق اللي تمرينه وعلى فراقك أبد ما دمعت عيني أنا رجل أكبر منك تبكين صح لسانك يعطيك العافية نورتنا اليوم أكيد شاعرنا عويد الحجيلان وموفق إن شاء الله من خلال مجال الشعر مجال اللي له جماهيره الكبار على مستوى الخليج يعطيك العافية الله يعافيك وأنا سعيد بالظهور معاكم وأشكركم على الاستضافة الطيبة وإن شاء الله كنا عند حسن الظن أكيد طبعا يعطيك العافية موفق يا رب وطبعا وصلنا لختام الحلقة معاكم لليوم كانت هذه حلقتنا نتمنى أنكم استمتعتوا معنا شوفكم باكر موعد جديد مع السلامة